بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. بحثي تعارض تراجيح كمان أجر لبين دو حكمة ظاهرا بلاي مجتهد وتعارضه أنواع شارسري هي بو دفع تعارضك، ويكيق لشارسركاني جمع توفيقه هردو كان كارك بلان تأويل يعني كيد واسا يكون. وإذا تعذرت معرفة الناسخ وانعدمت طرق الترجيح التي ذكرناها وكان النصان في قوة واحدة كما ذكرنا، أجل متعذر بو زانيني ناسخ ونبو ريقاي ترجيحك باسمان كذ وهردو نصكان ليقوى تابن وقوبة اسمان كر، فإن المجتهد يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين. إنسان مجتهد كفناد باتك وكبنووي يكخستني دون دجبيكك فيوفق بينهما بطريق من طرق الجمع والتوفيق ويعمل بالنصين. توفيق قال بينه يكيان خاريكيان خابر ريقيه لريقاني كوكرنو ريخستنو بهردو نصك كاردك. ومن الأمثلة على ذلك ومن مثال أمانشي أم آيتي فاي قولا فرمي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أفرمي فرس كلاولة الإيواء أقل يكيك لي وكاتي مردني هاتو مالكي بجهش إن ترك خيرا جال سري في يويس كراوة كوصيتك ودائك وباوك خزماني فرانكز أو يبني فرانكز أو يبني بچاكا أما واجبو في يويس تابو إنساني تقوى كار. أما ظاهرا بحثي أواكا كهمو كزيك أبيه لوقت مردني وصيتكاتو بو مالكي كشي لبقلي. بلام آياتي كترى فرمي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أفرمي إخوة وصيتان بوأكات نسبة من على كانتان كركان وكدوب شيمش كان ينبدني أجر فقط ويكم كبراب جيهشتو فقط كتبوا أفردوا وزياتربوا لدو فلهن ثلثا ما ترك. الله أنا أجر أفرت كان أولاد كان أجر أفرت كان نساء زياتربوا لدو دو سومي ويكم مردو كبر جيهله دسيانة كله. وإن كانت واحدة فلها النص أجر يقدانا كجبو نيوي مالك إباوش أبا ولأبويه لكل واحد منهما السدس باكداكي مردو هر يكلوانا يكششم أبا مما ترك، إن كان له ولد لويك أو لا كركب جاوكب جيشتوا أجر أولادي بو. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه أجر أولادي نبو تنها باكداكي ميراتيان لأبرد فلأمه الثلث دايكا كي يكسوم أبا لصورتي في أشواهت من نصفي أبر. فإن كان له إخوة فلأمه السدس أجر براي بومر دوكا إخوة جمع أخ نك جمع أخت أجر براي بومر كوم على برايك بود دايكا كي يكششم أبا، من بعد وصية يوصي بها أو دين لدواي وصيتك وصيتي في أكردوية لدواي قرزة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا باوكا كانتان وأولادا كانت كورا كانتان نازان كاميان زورتر نزيكا قازان جيبوتان. أما بكب لم آياتا فرموتراوا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أما فرزو برياري قال لاني خواي قورا زانا وكاربجي
أوجبت الآية الأولى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، آيتي في الشوم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وصيتي واجب كردوا بو دايكو باوكو خذ مكان بس في شاك بفي عرف باو. وأفادت الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى عين نصيب الوالدين والأولاد والأقربين ولم يترك ذلك لمشيئة المورث. آياتي واجبي كذو آياتي أول وصيت بوداي كوباكو خزمان بس في باش بفي شاتا بلام آياتي دوهم أجانت كخواي قورة بشي داي كوباكو أولاد وخزمان معلوم كردو يتر أما نيخصة اختياري كابراي ميراث بجي على روا مورث مورث دروسة يعني ميراث بجيش مورثش دروسة ميراث ليبراو. فالآيتان متعارضتان أم دو آيات دش بيكن أبي كان أفرمي بي وصيت كاتشير يبكر أميانا دياري بكر دو أبي أو أبكر ولكن يمكن التوفيق بينهما بلام أكري كان خي شون بأن تحمل الآية الأولى على وجوب الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثون لمانع كاختلاف الدين أتواني بلا يحملي آياتي أولا كي لسرأ وكواجب وصية بوداي كوباوكو خزمان كميرات نابا لبر مانع وكو اختلاف الدين يعني مثلا باوكاك كافرة كتشي حر وصيت كاشتكي بوب شتكي في أبدا أقر شي ميرات نابا حالي وتحمل الآية الثانية على الوارثين المذكورين فيها بلام آياتي الدوهم حمل أكريل لسر أو وارثانيك لم سورة لم آياتها باسكرا يا آياتي تر أفرمي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أوانيك لإيه وأمر أنه جنان بجدالن شوار ما مدشوا أمين نوى دواي آياتي كتير أفرمي أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أوانيك باردارا وقت عدكان أو تانيك باركان دابنين ظاهرا آياتي يكدوهم أواكا كأجل أجل كان يعني عدة كان وضع حملة كان أكريت روشك بي أكريت نوثال نومان بي مثلا بلام آياتي في الشوتر أفرميش وارما مدشو. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الآية الثانية لم تنسخ الآية الأولى بالنسبة للحامل المتوفى عنها زوجها. بعض الفقهاء بأوتون كآية دوهم نسخ آية أولي نتردوا بنسبة آفرة حاملة كميردي مرزبه أي تون. وعلى هذا وفق هؤلاء الفقهاء بين الآيتين وقالوا بنالة الأمر أو كما لفقيهانا آيتان يخصوا فرميانا تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين يعني عدب أشميرت حسب أكاد حاملة كميردي مرزبيب بدور ترين أجل يعني كي دور ترين أجل يعني أقر بمداناني من علاقي الزور تريفيتو بواعدنا في بسر أبا اگر فرزواك دو روش دوائي منال بون دوائي مرد مردنكي منالكي بو شوار ما مدشوك تواب بمعنى انها اذا وضعت حملها قبل مضي اربعة اشهر وعشرة من حين وفاة زوجها اتمت العدة اربعة اشهر وعشرة بمعنى او اگر وافرة حملكي دانا لفيش تفربوني شوار ما مدشو لكاتي مردني مردكيو عدكا بشوار ما مدشو تواوكا وإن مضت هذه المدة ولم تلد أجل شوار ما مدشو تيفريو يشتامن علي نبو استمرت في العدة إلى حين وضع الحمل بردوام أبيض عدة كيف حملة كدان. ومن طرق الجمع والتوفيق إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصا أو كان إحداهما مطلقا والثاني مقيدا تخصيص العام بالخاص فيعمل الخاص فيما ورد فيه ويعمل بالعام فيما وراء الخاص فيعمل بالخاص يعني يعمل الخاص للرجلي جمع توفيقا اگر يكي لدون سكا عام بي كان خاص بي يا يكي كان مطلق بي كان مقيد بي تخصيص عامك بخاصك اكي عمل بخاصك اكري لواك تياوارد بوا عمل بعامك اكري لغير او يكيان يا عمل بمطلقك اكري ويحمل المطلق على المقيد لشوين كان مطلقة لشوين كان مقيدة حملي مطلقك اكري تسر مقيدك او يعمل بالمقيد في موضعه والمطلق فيما عداه على النحو الذي بيناه في ابحاث العام والخاص والمطلق والمقيد يا عمل بمقيدك اكري لشوين خويا مطلقك عمل بمطلقك اكري لغير او بوشي ويك باثمان كلا بحث عام خاص ومطلق ومقيدة وقد ذكرنا هنالك الامثلة على ذلك ليشام سلمان هنا وتو.
ومن طريق التوفيق تأويل أحد النصين على نحو لا يعارض النص الآخر ولا ريجي توفيق تأويل يكي لدو نصك بشيوية كمعارضي نصك تر نبا تواب أم دار الترجيح بقوة الدليل يكي كتر لا شارسري تعارض ترجيح بقوة الدليل يعني هذا دليل بقوة تربو أو يعني الراجحة. وإذا اختلفت الأدلة في القوة أجر دليل كان لقوة اختلاف عنه فالترجيح يجري بناء على قوة الدليل ترجيحك جاردة بناء على قوة دليلك. وإن كان هذا الترجيح في الحقيقة لا يكون ترجيحا بين متعارضين أجر كي أم ترجيح لحقتا ترجيح بين متعارضين نية شنك متعارضين أو ثاني دوشت متعارضك لا يقوى تابا لأن التعارض لا يكون بين أدلة مختلفة في القوة بل متساوية في القوة شنك تعارض لبين أدلة مختلفة لقوة ثانية بل كلوانا لك لقوة متساوية كما أشرنا إلى هذا في أول هذا المبحث وكو إشارة من وكل أول أن بحثه. فمن طرق هذا الترجيح للريق قال لي أن ترجيحي يرجح نص الكتاب والسنة الصحيحة على القياس مثلا ترجيح نص الكتاب والسنة وريبة القياسة لأن القياس دليل ظني ولا يعمل به في موضع النص. ويرجح الإجماع على مقتضى القياس وإجماع ترجيح بريبة المقتضى القياسة لأن الإجماع قطعي والقياس ظني ولا يقوى الظني على معارضة القطعية كما إجماع قطعية وقياس ظنية وظني قوتي معارضة قطعية نية. مثلا ثالثا يرجح الحديث المتواتر على حديث الآحاد ترجيح حديث متواتر بريبة الحديث آحادا. رابعا يرجح حديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير الفقيه ترجيح دريد حديث أحاده كعدل فقير رواية دكا لسر حديث أحاده كعدل غير فقير رواية دكا. سادسا إذا تعارض قياسان عمل بالأقوى كأن تكون علة أحدهما منصوصا عليها وهذا هو الأقوى. أقل دو خياس تعارض يعني أقول لبينيكا عمل باب قوة كان أكله أبش أو تاني أو يعني بقوة ترى كعلتي يكي كان نقل لتربان رابع أو يعني بقوة ترى وعلة الآخرين مستنبطة علة كثير يعني استنباط كراوة أو تكون علة الأولي أقوى تأثيرا أو أكثر مناسبة للحكم من علة الآخر فيرجح الأول يا أو التي أولك بقوة ترى تأثيري يا زيادة مناسبة لك الحكم لعلة كثير يعني الترجيح أو يجانا أدريك زيادة بقوة وتأثيري زيادة. العدول عن الدليلين المتعارضين وبقت شاريك ترجع وتاني وازن لها دو دليلك أجر دو دليلك بقوة من وكوياك وهي شاريك نبو بتت على تعارضات فقط هدو كان لا بيت أم جرع عمل بكاري ترك إلا لا يكسر. وإذا عدم كل طريق من طرق دفع التعارض أو الترجيح وقت من عدم هرق الرق قال دفع تعارض وترجيح عدل المجتهد عن الاستدلال بأحد الدليلين وانتقل إلى البحث عن دليل آخر أقل منهما في المرتبة إيت المجتهد لا أدى أجر طريقه لطرق دفع تعارض وترجيح نبو مجتهد لا أدى لاستدلال بيك لو دو دليلة يعني استدلال بيك أناك وأجوزيت وبحث الدليل كتر أجر كي لمرتبش لو أن كم تربية كما لو تعارض نصاني ولم يمكن الترجيح انتقل المجتهد إلى القياس مثلا أجر دون نصك متعارض وترجيح ممكن أبو مجتهد أجوزيت وبو قياس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.